بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم بنياتي في مادة اللغة العربية واحد للكفايات اللغوية للصف الأول ثانوي. سنبدأ وحدة جديدة وهي الوحدة الخامسة والأخيرة في مادة اللغة العربية. في هذه الوحدة سنتحدث عن كفاية التواصل الشفهي وعن الاستماع. عنوان الوحدة هي الاستماع. موضوعات الوحدة: الاستماع مهارة لغوية، والاستماع مهارة تعلم. الأهداف التي سنحققها في هذه الوحدة: نحدد أركان عملية الاتصال اللغوي، أن نلتزم بآداب الاستماع، أن نميز أهداف النص ومراميه، أن نستخدم الرسوم للتلخيص ما تسمع. نبدأ بنشاطات التعلم. إن فقدت الاستماع فقدت الحياة. عبر عن هذه الفكرة من خلال سرد الحادثة المصورة الآتية. نقول هنا: فقد الاستماع والتواصل قد يكون سبب في فقدان الحياة، خصوصا في المواقف العسكرية. وفي الصورة هنا رجل يحاول الاتصال لكن لا يسمع الطرف الآخر ولا يسمع الطرف الآخر بسبب أعطال في أجهزة الاتصال، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الحياة في التواصل. هنا في هذه الحالة كان التواصل بين الصم البكم. هنا يطلب منا السؤال، قالوا عن الاستماع: رتب الأقوال الآتية، الأفضل فالأفضل. يقول أبو تمام: وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه، ولعله أدرى به. أنا أرى أن أولا نقول أبو تمام: من أسمعك سمع بك، هذا في المرتبة الثانية. قول كعب بن زهير: السامع الذم شريك له، ومطمع المأكول كالآكل. قال السيد الحميري: لا يسمعون إلى قول أجيء به، وكيف تستمع الأنعام للبشر. قال علي بن أبي طالب: والعين ترف من عيني محدثها، إن كان من حزبها أو من أعاديها. يكفيك من شر سماعه تسمع بالمعيدي خيرا من أن ترى. وأخيرا قول بشار: يا قوم إذني لبعض الحي عاشقة، والإذن تعشق قبل العين أحيانا. نقل إلى أحد الخلفاء أن أبا نواس هجاوب قصيدة جاء فيها: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصه. فلما استدعاه قال: كذب يا أمير المؤمنين، إنما قلت لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصه. هنا أخطأ الناقل بوضع حرف العين بدل من الهمزة، وهما متحدان في المخرج، لكن المعنى لهذا التعديل ينقلب إلى عكسه من هجاء بدل المديح. السبب يمكن أن يكون مقصدا لكي يثير ضغينة الخليفة على الشاعر، ويمكن أن يكون السبب من سوء الاستماع من الناقل. يختلف مضمون الخبر المنقول عن الخبر الأصل لأسباب كثيرة.
نقول سوء الاستماع، ضعف الحفظ من السامع، اختلاف اللغة أو اللهجة، الفهم الخاطئ من الناقل لمضمون الكلام. يطلب منا أن نذكر بعض الأشياء التي نحتاج فيها إلى التركيز أثناء الاستماع. نقول الاستماع لتلاوة القرآن، إلى محاضرة علمية، الاستماع إلى الدروس من المعلم، أيضا من توجيهات المدرب. الخطأ الناتج عن سوء الاستعمال قد يؤدي إلى كارثة. خطأ الطبيب الناتج عن سوء الاستماع يمكن أن يؤدي إلى خطأ في تشخيص المرض، وبالتالي يكون فيه خطورة على صحة وحياة المريض. القاضي هنا، الخطأ الناتج عن سوء الاستماع بالنسبة للقاضي يمكن أن يؤثر في أحكامه، فتضيع بذلك حقوق المظلومين أو لا ينال الجناة عقوبتهم. الجندي، خطأ الجندي الناتج عن سوء الاستماع يمكن أن يؤدي إلى أخطاء في ميدان المعركة. الطالب يمكن أن يؤدي الخطأ الناتج عن سوء الاستماع إلى إخفاقه في الاختبار. استمع إلى معلمك بإنصات ولخص مما تسمع، 7 على الأقل من آداب الاستماع. من آداب الاستماع هنا الإنصات والانتباه، التعاطف، تأجيل الحكم، النظر إلى المتحدث، إظهار الفهم أو عدم الفهم، تدوين الملحوظات، عدم المقاطعة، الجلسة الصحيحة وعدم التملل، المشاركة إذا طلب منك، إظهار التأييد أو التعزيز، الاستجابة، وكذلك الاحترام للمتحدث. أول درس سنتناوله في هذه الوحدة الاستماع مهارة لغوية. لدينا هنا متحدث وهو المرسل، ولدينا هنا مستمع وهو المستقبل. الرسالة تكون هي بمعنى الموضوع، وقناة الاتصال مؤثرات على وضوح الرسالة. أربع مكونات لعملية الاتصال. نقول إذا المرسل، مستقبل، قناة اتصال، رسالة. من قنوات الاتصال نقول الهواء، الكتابة، رموز، وكذلك إشارة. هناك عوامل كثيرة تؤثر على وضوح الرسالة: بعد المكان حينما يكون الاتصال بالصوت المباشر، سوء الأحوال الجوية، خلل يتعلق بالصوت، عطل بأجهزة الاستقبال، غموض بالرسالة من ناحية اللغة. نقضي 85% من وقتنا في الاتصال اللغوي، تحدث، استماع، قراءة، كتابة، بنسب متفاوتة بين الناس وبحسب المواقف التي نعيشها. قسم الدوائر الآتية تبين النسب التقريبية لمقدار الوقت الذي تقضيه في التحدث والاستماع والقراءة والكتابة وفي كل موقف مما يأتي. في المدرسة، مثلا نقسم هذه الدائرة في المدرسة، مثلا التحدث يكون بهذه النسبة، والقراءة تكون بهذه النسبة، والاستماع تكون بهذه النسبة. وهنا أستطيع أن أقسم التحدث والكتابة، أستطيع أن أقسمها إلى هذه الدرجة. في البيت نقول نعم، نقول هي المتحدث يكون هي الأكبر، والمستمع هي الأقل، والكتابة تكون أقل، كذلك القراءة. في مع الأصدقاء نقول أيضا التحدث تأخذ النسبة الأكبر مع الأصدقاء، والكتابة تكون أقل، ونعم الاستماع أيضا سيكون له نسبة، والكتابة ستكون أقل. يستمع الناس لتحقيق أهداف مختلفة، للتفاعل الاجتماعي كما في تكوين العلاقات الشخصية والاحتفاظ بها،
معرفة أحوال الآخرين، محادثة الاستفاق والاستماع كما في أثناء الحوار، والمشاركة في بعض فنون التعبير كالندوات والمحاضرات، وأيضا بين الأب وابنه وبين المعلم والطالب. يتأثر المتحدث بحالة المتحدث بحالة مستمعيه. تخيل نفسك هذا المتحدث وهؤلاء هم مستمعون، كيف يكون شعورك؟ سأكون منزعج؟ أين ستركز حديث على أبرز ما يلفت انتباههم؟ لماذا صرفوا هكذا؟ لانشغالهم عني؟ كيف ستتصرف أنت؟ أعمل على جذب انتباههم من آراء أكثر قربا مني. من آداب الاستماع لدينا هنا الإنصات، النظر إلى المتحدث، إظهار ملامح الفهم، عدم المقاطعة، تدوين الملحوظات والاستفسارات، الاستجابة للمتحدث والتفاعل معه. فائدة الإنصات فهم المسموع، أثرها هو السرور. النظر إلى المتحدث، الانتباه لكل ما يقال، هنا الفهم. إظهار ملامح الفهم، تشجيع المتحدث على العطاء الزائد، هنا فائدة. والنشاط والحيوية، هنا أثر. عدم المقاطعة، وهو إلمام المستمع بكل الذي يرسله المتحدث، هنا فائدة. وأثرها زيادة الهمة والمراجعة والإطلاع. تدوين الملحوظات، عدم إضاعة أي معلومة بدون فهم. أثرها هنا عدم إضاعة أي معلومة بدون فهم. الاستجابة للمتحدث، هنا تبادل الحب والتعاون، وأثرها توفيق العلاقة، توفيق العلاقة بين المتحدث والمستمع. ماذا ستفعل لو أن المستمع إلى حديثك أظهر ملامح أنه يسخر منك؟ نقول أشعر بالحزن، ظهر أنه يتحفز إلى مع معارضتك ورد عليك، هنا أتماسك. ظهر أنه لا يصدق، أستمر في الحديث. ظهر أنه يتابع حديث بشغف، أفرح. ظهر أنه يريد أن يستفسر عن بعض المعلومات التي تقولها، هنا أهتم به. مواقف، هنا احترمت فيها أداب الاستماع، وهنا مواقف استخففت فيها بأداب الاستماع. هنا المحاضرات والاتجاه المعاكس، الأحاديث الإذاعية موقف احترمت فيها الأدب. مواقف استخففت فيها المناظرات الفكرية، لكل شخصية فكر معين أو مختلف. أيضا المواقف المحترمة، البرامج التعليمية، والمواقف التي لم أهتم بها هي الدورات السياسية. عندما نسمع إلى شخص يتحدث، فإننا نتأثر بنسبة 7% من مضمون حديثه، و 38% بنبرة الصوت، ودرجة حدته وارتفاعه 55%، بما تظهر حركة الجسم وعلامة الوجه. تأمل الحوارين اللاحقين، فكر فيهما مليئا، ثم حاول أن تستكملها ذهنيا. يقف طالبان أمام زملائه لمثل أحداء الحوار. نقول أن في غاية الأسف وأشد الندم على ما حدث، لكن تصدقني لم أكن أقصد إيذائك، آسف ونادم على ما فعلته، أنت قلتها فعلا، لقد كنت مخطئا لحظتها. أعرف أن ندمي وأسفي لا يقدم لك نفعا، لكن على كل حال لا يضرك، ويمكنك أن تقترح الأسلوب المناسب للتعبير عن أسفي بما يرضيك. أجل يا صديقي، لم أكن مازحا عما حدث. هنا بالمقابل، لماذا أنت حساس إلى هذه الدرجة؟ الأمر يسير، هل تريدني أن أتأسف لما حدث؟ وأنت لماذا أنت غير مهذب؟ أتعلم أنني لم أرى شخصا أكثر دناءة منك، وما كنت أتصور أنك بهذا الشعور النبيل. لقد ازددت إعجابا بك وبأخلاقك، وأنا أكرر ذلك الاعتذار
ولما بدر مني وشكرا. النتيجة هنا نقول الوئام، الأسباب بيان حقائق الموقف بأسلوب جميل، والنتيجة في العمود الآخر الاعتذار والشكر، والأسباب فهم الآخر بشكل صحيح. لتكن مستمعاً جيداً اتبع النصائح الآتية. قرر أن تستمع، كن على الاستماع، احرص منك على الكلام، تخلص من تحيزاتك وأحكامك المسبقة، اجعل الاستماع هدفاً إيجابياً، حاول أن تصل إلى لب موضوع الحديث، إن كنت طرفاً في الحديث يمكنك توجيه بعض الأسئلة، أيضاً كان الحديث عاماً في المحاضرات والدروس فيمكنك تدوين أسئلتك تطرحها فيما بعد. لدينا هنا عمل مزني، نوع المسموع مثلاً خطبة، موضوع الحديث الابتلاء، المحاورة والأفكار، الابتلاء سنة من سنن الله، الصبر على الابتلاء، أنواع الابتلاء، عاقبة المبتلين، أيضاً الصابرين، الصبر على البلوى، هنا الفوائد نقول الصبر على البلوى، الابتلاء دليل على محبة الله تعالى لعبده، الابتلاء ليس عقوبة من الله على عباده، الابتلاء فيه تكفير للذنوب، الابتلاء فيه تمحيص للنفس وتقويم لها. هنا يطلب منا تلخيص من الأحكام المسبقة، أنت قائد طائرة خاصة وتحمل معك 9 أشخاص، تعرضت الطائرة لخطر السقوط، فجاءت الأوامر بوضع خطة للنجاة تعتمد على الهبوط بواسطة المظلات، فكيف ترتب الأشخاص واحدا تلو الآخر، رتبهم الأول فالأول. هناك ترتيب قبل الاستماع وهناك ترتيب بعد الاستماع. قبل الاستماع رجل أعمال، مدير مدرسة، طبيب، ممرض، لاعب، رجل أمن، أعز أصدقاء، مساعدك، رجل قتل 10 رجال، ثم أقوم بعزل أصدقاء، مساعدك، مدير المدرسة، رجل أمن، لاعب، رجل أعمال، ممرضة، وطبيب أطفال، وأيضا رجل. يطلب منا هنا عقد ندوة، جلسة علمية مع 4 من زملائك. رئيس المجموعة سيتولى التقديم للندوة، موضوع الندوة، ترتيب المكان، وأيضا على بقية الزملاء أن يدونوا ملحوظاتهم. سنكتب موضوع الندوة مثل المشاركة، المعلمون، الطلاب، الإداريون، ضيوف، مديرون، آباء، أمهات، أهم الأفكار المطروحة، مفهوم البيئة، أنواع البيئة، مفهوم النظافة، مظاهر النظافة، نظافة المدرسة، الأداب الحوار هنا، الاستماع، تحدث صوت واضح، ترك السخرية، استخدام أسلوب علمي، الإقناع، الملحوظات، احترام الآخرين، تشجيع الطلبة، لماذا بيئة المدرسة، جمع الاقتراحات، وكذلك تبادل الآراء. اختر موضوعا من صحيفة أو كتاب أو مجلة ثم ألقيه أمام زملائك بتأني. اخترنا هنا الشخصية مثل المتحدث، أي شخصية، اكتبي اسمك في المتحدث ثم اختاري الموضوع. هنا اختار الموضوع الإسلام في الغرب، أهم الأفكار في الموضوع، انجذاب الشعوب الأوروبية والأمريكية للإسلام، محاربة الحكومات الغربية للإسلام والجماعات الإسلامية، ترتيب الملحوظات على مستوى الإلقاء، ترتيب الأفكار، الإلقاء بصوت واضح، الهدوء أثناء الإلقاء، عرض الأفكار التي لا يدور شك حولها، تشجيع الجمهور على الحوار وتواجد وتبادل وجهات النظر. يطلب منا هنا مقارنة بين سلوك في الحالتين الآتيتين، عندما أكون راغبا في الاستماع، عندما لا أكون راغبا في الاستماع، أقبل على المتحدث بكل جوارحي وحواسي، أستقبل كلامه بدرجة عالية من الانتباه، أحرص على فهم ما يقال لي،
أعي مقاصد الكلام وإيهاد والإيحاءات، لا أدعم أدعم معلومة مهمة، لا أدع معلومة مهمة، هنا وضع الميم بالخطأ، لا أدع معلومة مهمة تفوتني وأتجاهلها. عندما لا أكون راغبا في الاستماع أقوم بمغادرة هذا المؤتمر. أقرأ تعرف على الأهداف المرامي غير المعلن للحديث من خلال الموقف اللغوي الذي يتم فيه الحديث وحركات الجسد وملامح الوجه ونبرات الصوت وعلاقات المتحدث بموضوع الحديث، كل ذلك يساعدك على فهم الهدف الحقيقي للمتحدث. كتب عمر بن مسعدة وزير المأمون إلى المأمون في رقعة: أما بعد فإن فلانا سألني أن أشفع له إلى أمير المؤمنين، فأخبرته أني لم أبلغ عند أمير المؤمنين مبلغ الشفاعة، فلما وصلت الرقعة إلى المأمون وقع عليه بخطه: قد فهمنا تصريحك به وتعريضك بنفسك وأجبنا إليهما وأتحفناك بهما. ظاهر الرسالة هنا أنه يرغب في الاستشفاع للرجل، لكن المأمون فهم هدف الرسالة وأن يعرف عمر بن مسعدة منزلته عند المأمون. ما الذي ساعده على فهمه؟ تواضع الوزير، رقة كلامه، وأسلوب حديثه مع المأمون. اروي حادثة معناها أساء سمعا فأساء إجابة. نقول هنا يروى أن رجلا اعتذر إلى آخر عن خطأ وقع فيه تجاهه، واستخدم اللغة وسيلة التواصل بعبارة: لا تؤاخذني يا فلان، فأنا لم أقصد أن أعيبك بشيء. فهم الآخر أن الرجل يتهمه بنقص فيه، لذلك رماه بكلمة قاسية مبتدئا بها مما نسبه إليه. إذن انتهينا هنا من درسنا لهذا الأسبوع، وكنا قد أخذنا النشاطات التمهيدية، ثم انتقلنا إلى الاستماع ومهارات لغوية. من هناك أربع مكونات لعملية الاتصال، وهي المرسل والمستقبل وقناة الاتصال والرسالة. ومن قنوات الاتصال قلنا الهواء والكتابة ورموز والإشارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.